ورديانا معايا الفل كله. لا باي باي. لا باي باي ايه؟ انت مش هتيجي معايا. روح عالج نفسك الاول. على فكره المستشفى دي باين عليها كويسه قوي يا سفير. ليه؟ العيانين طالعين مبسوطين كده وبيضحكوا وربنا يسلمهم. ايه ده يابا؟ ايه ده؟ انا اسيب واحد تعبان. نادي سموحه. نعم يا فندم. نادي سموحه. والنبي يا سفير ناديله على سموحه، الراجل باين انه تعبان قوي. ابعد يابا من الكلام ده. مش يا سفيق يا سفيق، ما تعاملش المرضى بالقسوه ديت، يمكن محتاج سموحه فعلا يروحوا. عايز اروح، عايز افوق. لا حول الله يا رب. ازاي يخرجوا الناس كده بالبنج؟ مش فاهم انا. تلاقيه ما دفعش فلوس، طلعوه قبل ما يفوق من البنج. يلا هو بنج بقى. يلا يابا بلا بنج بلا. خلاص هو ما فيش غير تاك. بس انت تسيح ولا ايه؟ توكل على الله. بكره تعالي معاه الشامية. يا استاذ. يا فين بوسه؟ مساء الخير يا معناع. لك يا بوسه. اركب يا بوسه. تعالي تعالي ركبها جنب، ركبها جنب. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انت طالع مع زبون اهو يا الشامية. الراجل مين الراجل ده؟ انا مش فاهم، ما تاخده ووديه في حته. انا اللي بتكلم يا الشامية. حول الله يا رب على دي. يعني انا مش بيش ولا مش بيش؟ ماشي يا بنت لوكس. انا سامي مريح السبرتو جامد في العربيه. فين؟ دي ريحتي انا نعناع. ريحتك سبرتو؟ اعمل ايه؟ طول الليل بدي في حقن وبدوي في جراح وببقى بموت وتعبانه، بس ما تتصورش سعادتي وانا بخفف الم غيري. الله ربنا يزيدك. ما تعرفيش ثوابك قد ايه؟ ده اللي يريح تعبان ده ثوابه كبير قوي. انا الود ودي يا بوسي اجي اخدك كل يوم بالعربيه من قدام المستشفى، بس انا خايف، يعني خايف حد من صحابك يشوفك كنت بتركبي معايا يلثن عليك بكلمه، وانت سمعتك عندي بالدنيا كلها. كويس انك عارف كده يا نعناع، اصل الغلابه اللي زينا ما لهمش غير سمعتهم مش شرفهم. عشان كده انا عايز اجي اقابل السيد الوالد ده بعد اذنك. يعني عين العالة يا استاذ. بقول لك ايه، مالكش دعوه انت يا سفيق، انا بسالها هي، هي اللي ترد. قلتي ايه؟ ما تكذبش البنايه يا استاذ. اعتبر السكوت علامه الرضا. اصل الحاجات دي بتكسبني قوي يا نعناع. على خيره الله يا سفيق. نعم. عايزك ان شاء الله ترجع العربون بتاع فرح الخميس، عشان هنطلع على طنطا نخطب الانسه بوسي. اركن على جنب يا سفيق. ليه؟